لو بتشتكي إن عندك في حشرات في الحمام أو في تحت الطواجن في سوس أو دود أو أي حشرات أو دبان في الحمام، تعالى معايا نشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا على طول نشوف موضوع فيديو النهاردة. معانا موضوع أول مرة نعمله. سؤال جاني إن هو شخص إن بيقول إن عنده سوس تحت الأكلات أو تحت الطواجن، وفي دود كمان أو في حشرات مش معروفة يعني. طيب أنا جبت الملاسيت ده، دي بودرة للصراصير يا جماعة، دي بتستخدم للصراصير، لكن مفيدة جدا في الحاجات دي. انا بفرش منها، برش منها تحت الفرش بتاع الطواجن. طبعا انا بفرش قش، في ناس بتفرش التحديق، لكن انا بفرش القش. انا بحب اخلي الحمام يعيش العيشة الطبيعية بتاعته اللي هو بالاعشاب يعني. طبعا الحمام في الطبيعة بيفرش بالطريقة دي. طيب احنا نجرب في الزغلولين دول، هنغير لهم فرشتهم ونشوف هنحط لهم ايه قبل ما نفرش. في البداية هنشيل الزغلولين كده من الكرتونة. طبعا هي الكرتونة عشان تكون اوسع من الطواجن. انا بحب دايما الكرتين، فانا اعتبر ان احنا نظفنا الزيادة اللي فيها. ومعانا ملاسيد اهو، ما شاء الله الزغلولين. الملاسيد 5% ده هتجيبه، اسمها بودرة تعفيق او مسحوق تطهير، بيتباع عند اللي بيبيعهم المبيدات الزراعية او الحبوب الزراعية يا جماعة. طيب معانا علبة زي دي اللي هي بضارة زي دي، بتعبي فيها الكمية اللي انت محتاجها في قلب العلبة زي دي، علشان هنرش بيها بالشكل ده، هتبضر بيها الكرتونة كده تحت القش اللي احنا هنفرشه. تمام، بدرنا كده بالشكل ده، ما تخافش منها، آمنة، لكن بتموت الصراصير، بتموت السوس، بتموت جميع الحشرات اللي هي بتبقى تحت في موجودة في الفرشة. يمكن اكون نسيت اسمه ولا حاجة. بعد كده هتجيب القش بتاعك وتفرشه في الطاجن بنفس الطريقة كده. تمام، يبقى فرشنا للزغليل، ما تخافش منها، انا مجربها قبل كده كتير. وهنحط بقى فوق القش تاني، نرجع الزغاليل بالشكل ده، رجعنا الزغاليل، نشيل الكرتون. يبقى كده عملنا بالشكل ده الزغاليل، غيرنا لها فرشتها، ومش هتلاقي تحتها اي حشرات من اللي هي ممكن تاكل وتمتص الدم من الزغاليل، او انها تاكل في جسم الزغاليل. لكن طبعا ما تغيرش للزغاليل الفرشة وهم صغيرين لحم لسه، لازم لما يريشوا عشان القش ما يكونش خشن على جسمهم. يبقى هي احفظ الاسم ده، واضح كده، ملاسيد مسحوق تعفير. تمام بالشكل ده، وهترشه برضو بعد ما تنظف الارضيات، او ترش تحت الصفايح، تحت الطواجن، تحت الحاجات اللي هي السوس بيعيش تحتها. يعني مثلا حطت الكرتونة دي على الارض، لو جت اشيلها هتلاقي تحتها اللي هو السوس او الحشرات ايه ساكنة تحتها، او تحت الاكلات بتلاقي السوس والحشرات دي، فترش تحت، تشيل وترش تحتها، تشيل وتنظف وترش تحت الايه الكراتين والحاجات اللي هي محطوطة على الارض. طيب كده خلصنا موضوع الملاسيد. طيب لو في المكان برضو، هتلاقي المكان بتاعك انت رشيت كده وطهرت تحت الطواجن او الاكلات او تحت الصفايح او الارضيات، انت عايز ترش المكان ما تخليش فيه حشرات. عندنا نصر الاسيون ده ممتاز جدا وامن، وتجيب اي بخاخة هتحط 5 سنتي من ده على اللتر، برضو بيتباع زي ده عند بتاع المبيدات الزراعية او الحبوب الزراعية اللي بيبيع الحبوب التقاوي يا جماعة. هتحط 5 سنتي على اللتر، دي بتاخد 2 سنتي مثلا، شوف انت العبوة اللي انت هترش بيها، المهم تظبط 5 سنتي على اللتر وترش المكان كله غسيل، وما تخافش منه ان هو امن على الحمام، وتأكد من اللي انت بتشتري منه ان هو يكون امن. بس اشتري من محل، ما تشتريش من محل موثوق منه وتقول له انا هرش بيه الحمام،
تشتريش من على الشارع، الحمام يجرى له حاجة بلاش، تشتري من الشارع يكون في حاجة محل هتعرف ترجع ليه، هو هيخاف على سمعته. طيب كده يبقى هنرش المكان عشان الفيديو ما يطولش، خلاص اعتبرنا ان احنا رشنا المكان. طيب افريزين ده لو الحمام بقى فيه هو نفسه سوسة الريش او فيه ذبابة الريش او فيه اي حشرات، يبقى معانا الافريزين ده هنحمي بيه الحمام. طيب انا بحمي الحمام ازاي؟ انا بسيب الحمام هو يستحمى، انا معايا اهو الجردل المية ده في حوالي بياخد مثلا لو قلنا 20 لتر، تحط 20 سنتي، لا المهم هو سنتي على اللتر، وممكن تضيفه في بخاخة وتبخ بيه الزغليل. اهو اللعبوة بتاعته افريزين او اكتومسرين اللي تلاقيه، هو شوية ده بيظهر وشوية يختفي وشوية، هو الوقت اكتومسرين مش موجود، الوقت موجود افريزين، ممكن بعد كده ما تلاقيش افريزين وتلاقي اكتومسرين. طيب اهو هنشوف كده. انا بالنسبة لان انا بعمل على طول بحمي الحمام بيه، فانا هحط مقدار غطا مش هحط كتير. شوف هتلاقي المية بيضت كده بالشكل ده. لو انت اول مرة تعمل بيه والحمام فيه حشرات، انا بعمل دلوقتي وقاية، لكن انا الحمد لله ما فيش حشرات في الحمام، يبقى احط غطا بس. لو انت هتحمي في الصيف ممكن تحمي في الاسبوع مرتين، لكن في الشتاء انا بحمي مثلا كل اسبوعين، ما فيش مشكلة يعني، ما تخافش الحمام بيحب يستحمى. تمام الحمام اهو بيستنى، شوف اهو بيستنى ان انا احط المية، عايز يستحمى، الحمام عايز يستحمى بيستنى المية، فانا احط المية طبعا بعد ما اغسل العبوة اللي انا هعمل فيها دي احط فيها المية. طبعا حضراتكم عارفين ان الحشرات هي سبب انتشار الجدري، اللي هو الجدري اللي بينتشر في الحمام خصوصا في الصيف، الحشرات هي اللي بتنقله من فرد لفرد، فانت لو قضيت على الحشرات من الحمام ومن المكان ان شاء الله مش هيكون في جدري اللي بيظهر دايما وبيقرف الحمام وبيقلل الانتاج. وايضا كمان الحشرات بتنقل الامراض، يعني ان هي بتلدع او بتقرص حمامة، بينتقل من حمامة لحمامة، تقرص هنا وتقرص هنا، فطبعا ده بينقل الامراض للحمام خصوصا السلمونيلا والكوكسيديا وزي ما قلنا الجدري. الجدري طبعا اللي بيتسمى الجص عند بعض المربين بيسموه الجص، وهو الجدري. شايفين الحمام سعيد من المية، بيستحمى في المية وسعيد جدا، رغم ان احنا في فصل الشتاء الا ان الحمام عايز يستحمى برضه في الشتاء. مهم جدا يا جماعة ما تقولش ان الحمام ان احنا في الشتاء لا هيبقى برد على الحمام، لا حط مية عادي. الحمام لو بره في الطبيعة هتلاقي الحمام واقف في الشتاء او في المطرة بتشتعل عليه وواقف يرفع جناحاته، هو كده بالظبط كأنه الدنيا بتمطر عليه، فانت حابس الحمام ما تحرموش ان هو يستحمى بالشكل ده.